ينعقد الملتقى العربي لخبراء المسؤولية الاجتماعية الذي تنظمه الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية. تعد المسؤولية الاجتماعية من المفاهيم الحديثة بالوطن العربي، وأصبحت مثابة صمام الأمال للدول المتقدمة لبناء المجتمع واستقراره وتطوره، وأحد المبادرات المقامة. للحديث أكثر يلتحق بنا هاتفيا الدكتور رمضي بن قاعد الصقري، رئيس الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية والمشرف العام على الملتقى. أهلا بك دكتور معنا. دكتور؟ يبدو أن هناك مشكلة في الصوت من المصدر، سنعود إليه إن كان جاهزا. دكتور تسمعني؟ سمعك طال عمرك، نعم. أهلا وسهلا بك. يعني ما هي أهمية المسؤولية الاجتماعية برأيك خلال هذه المرحلة؟ حياك الله، شكرا لكم على الاستضافة. والمسؤولية الاجتماعية تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة بشكل عام، كما ذكرتها أجندة أهداف الأمم المتحدة، كما أيضا هي ركيزة أساسية من أهداف رؤية المملكة 2030. لذلك أهمية المسؤولية تنطلق من أهمية تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات. ما هو الهدف من إقامة الملتقى العربي لخبراء المسؤولية الاجتماعية تحت مظلة جامعة الدول؟ الحقيقة المسؤولية الاجتماعية يحتاجها كل الدول، وبذلك جامعة الدول العربية هي تقريبا مظلة أو بمعنى لها علاقة وارتباط في كل الدول. من الجهات الحقيقة التي نساهم نحن وإياها بنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لتمكين أهداف المسؤولية وتعزيز المبادرات وتعزيز الخبرات وتلاقح الأفكار فيما يخص التنمية المستدامة التي ننشدها جميعا. كيف تنظرون لواقع المسؤولية الاجتماعية هذا اليوم في العالم العربي؟ المسؤولية الاجتماعية طبعا تعتبر حديثة على العالم العربي، ولكن الحمد لله في الحكومات العربية بشكل عام والمملكة العربية بشكل خاص هناك قيادة للمسؤولية الاجتماعية من القطاع الحكومي، وبإذن الله تحقق النتائج المرجوة منها بحول الله تعالى. طيب، الملتقى الذي يعقد لخبراء المسؤولية الاجتماعية والذي تنظمونه أنتم، على ماذا يحتوي؟ ما هي الفقرات؟ من هم المتحدثون فيه؟ والله الحقيقة فقرات عديدة، هناك أهداف للتجارب الدولية، هناك محاور عديدة. المتحدثون تشرفنا بسمو الأميرة عبير آل سعود رئيسة مجلس المسؤولين للمنطقة الشرقية، وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل آل سعود، أيضا من المهتمين وأصحاب الرأي في مجال العمل الاجتماعي، والدكتور طلال أبو غزالة، وهناك أسماء الحقيقة كلهم خبراء من أبناء الوطن العربي، بحيث أنه تعقد هذه الخبرات، تتلاقح، تقدم ما هو مفيد للتنمية. شكرا جزيلا لك دكتور رمضي بن قاعد الصدري، رئيس الصقري، رئيس الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية والمشرف كذلك العام على الملتقى، ونتمنى لكم كل التوفيق.